باثبات الحاله ساعتها والمعاينه. مدام ماجده انت طلباتك هل ممكن يفتحوا الباب ويقبلوكي مره؟ لا 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 حضرتك وليه ما انا مش مهم مش مضطرين يعملوا كده، انا مش مضطر ان انا انتظر منهم. انا بكره في دعوه مرفوعه بادراج اسمي في كشوف الانتخابات على منصب الرئيس بغصب عنهم بالمحضر اللي انا عملته اللي اثبت ان انا قدمت اوراقي كامله وهم رفضوا استلامها بالمحضر اللي ثبت فيه اقوال الصحفيين كلهم اللي كانوا موجودين من الشروق ومن اليوم السابع ومن كل اللي كانت الصحافه اللي موجوده بالمحامين اللي هم قفلوا عليهم الباب من بره اللي اثبتهم من خلال المعاينه. وبالتالي فانا هيبقى من حقي ان انا اترشح على الانتخابات. على فكره انا مش مترشحه عشان حاجه، انا كنت مترشحه عشان اكتسب الصفه، عشان وانا بطعن على في مجلس الدوله ما حدش يقول لي اثبت لنا الصفه والمصلحه والكلام ده، لا انا احد المرشحين. تمام؟ كون اللي يحصل معايا الموقف ده كله وان مفيش اولا لجنه اساسا لقبول الاوراق الترشيح، ودي وهم هم عاملينه، مفيش غير حد واحد بس بيدين لهم بالولاء الكامل وهم حاطينه عشان يقابل ده وياخد ورق ده وما تاخدش ورق ده. انا بقولها هي دي ادانه للاتحاد اللي موجود كله وادانه للرياضه المصريه لتصرفات غير مسؤوله وصبيانيه، وعيب عليهم لما يخلوا واحد بيشتغل في الاتحاد زي فوزي غانم راجل غلبان بقاله 50 سنه ولا 40 سنه بيشتغل في الاتحاد ينط من على السور ويمشي من الناحيه الثانيه عشان يطلع من الباب الوراني لمجرد ان جاب سنه وصحته ما يسمحلوش انه ينط، ما يسمحلوش ان يجري من باب لما الصحفيين كلهم يشوفوه بيجري من الباب الثاني ويصوروه على فكره وصوره هتنزل على المواقع وهو خارج من باب الاتحاد الافريقي. انا بقول لهم اذا لم تستحي يا كابتن افعل ما شئت.